معاناتنا عندنا بيوتنا مهدمه، جينا من يعني من التحرير، جينا صار لنا سنه من تحررنا، بيوتنا ما حد جاء علينا قال لنا وين بيوتكم؟ ايش صار بها بيوتكم؟ سوينا معاملات مضيناها على كركوك، كركوك يريد منا صحه صدور مال طاب ومال بيت. صحه صدور الحوجه ما بيها لا صحه صدور مال طاب ولا كركوك بيه صحه صدور مال طاب، يعني معاملاتنا واقفه على الطابو. نطالب انه طابو يرجع الحويجه او يفتحوا لنا طابو بكركوك حتى معاملاتنا تمشي. هسه باقي على صحه الصدور مال الطابو اللي بيوتهم مهدمه بالنسبه للحويجه. العدهم طابو مال بيت وبيتهم مهدم. فنطالبهم على مود الطابو حتى يشوفون صوره حال، لحد الان اي منظمه ما جتنا على بيوتنا المهدمه. ولا شافونا صوره حال للبيوت المهدمه ذي، اي منظمه ما جت ولا دوله ولا اي مسؤول جاء علينا وقال لنا ايش عندكم يا ابو ليش بيوتكم مهدمه؟ والله وسط الوضع الامني ما اقول لك فول، مو يعني زين زين مو حيل يعني فول. عندنا الكهرباء مو حيل يعني قاعد باسبوع قاعد مرتين تنضرب او مره. بس طحين ماكو. تعرفون الوضع انتم ما يحتاج. كل شيء ماكو. بس انا اشتريت طحين علف للغنم والله. هسه من السوق اخذت الكيس ب 15 انطي له الحلا. وكهرباء تعرفونها يوميا ماكو. هذا يوم احنا بايتين بدون كهرباء، قبل 10 ايام ماكو كهرباء. لا والله ما ينخب. اقول لك اخذوا علف للحيوانات والله. هذاك شوف السياره محمد. النوبشن الشعير ب 750,000، الحنطه ب 750,000، هسه انا شنو بس شنو هالزين؟ شنو هالشيء زين يعني؟ والله منتهيه شنو؟ والله ناس واجعه ما تقدر تشتري كل شيء. اي والله زين شنو؟ والله شوف له عندنا نعاج وطايرين بهنعاج، لا فلاحه ولا كل شيء. حرام غير الله رزقنا بهنعاج ومن انعاج نبيع انعاج ونصل ولا كل شيء، لا عندنا راتب لا عندنا شيء. والله كل شيء ماكو هسه، اما الخير ايش ظل عندها؟ ايش ظل عليها؟ الناس تدمرت والله، اكو ناس ما تقدر للعشاء. زين بالصيف فلحت ورقي ما ادري شو هذا وين راح؟ مو بحدود من الجنوب؟ بعناه بايش بعناه؟ فلس ونص. فلس ونص. اي والله ماكو سوق. شنو سياره ب 10,000 20,000 30,000؟ هو حاط كيماوي وحاط بزر وحاط كراب وغاز شنو ايش يجي؟ والله اكو ناس خسرت ما ربحت. النوب هذا اللي عندي. العلوه هي تمتلي ملي ماكو. تمتلي رقي ماكو احد. مدارس ماكو. كادر ماكو. الطلاب جاي تشتري كتب. يعني لا متى احنا نبقى نشتري كتب؟ الامتحان الخارجي احنا تنقدم يقول تروح لبغداد تمتحن. نحن من حقنا طلاب نريد نشوف مستقبلنا، نريد ما يصير هذا الحكي. يعني روح للتربيه الكركوك يقول لي والله تروح تمتحن خارج بغداد. ابو تكريت يقول تروح تمتحن خارج بغداد. والله ما فاتحين احنا هذا القسم بس للبنات هذا الخارجي. يعني احنا شو كنت يفتحون القسم مالنا ثاني امتحن. فهي احنا الناس دائما معاناتنا مالت المدارس. قلت الكادر، قلت الدفاتر، الرحلات ماكو. يعني كل 50 60 طالب قاعدين بصف، كل ثلاث اربع قاعدين برحله. اول ما نبدا بالمنظمات الدوليه اللي هي جاي تدعم مركز قضاء الحويجه. اي منظمه حاليا ما شفنا انها بس جت تنظف الافرع فقط، والشغل الباقي كله للقرى. اي شغل للمركز القضاء ماكو. منظمات دوليه يجيك اطباء بلا حدود، لا عد علاجات، لا عد مستلزمات طبيه كامله. فيجينا الاغلبيه كليتها على القرى. يعني مركز القضاء هو تقريبا اكثر شيء متضرر حاليا في مركز قضاء الحويجه، ليس القرى، القرى ما بيها شيء. اكثر شيء تضررت هو مركز القضاء. فالأغلبية المنظمات تشتغل للقرى فقط، أي منظمة دخلت مركز قضاء الحوجة استفادة منها أي استفادة ماكو. وأغلب يعني هسه أنا كشاب يعني شباب مجتمع المدارس ننظف، يعني احنا كشباب ليش الدولة وينها؟ المنظمات اللي جاي تدعمها الدول الباقية وينها؟ تشتغل للقرى فقط؟ شنو السبب البيئي؟ مركز القضاء شاف من يمه؟ لا شاف الزين، لا شاف الخير من العدة،
بس الشر شفناه من عدة منظمات. يعني عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني انقطع علينا المي، مي حار ماكو، هيترات ما تشتغل، يعني الكهرباء من تنقطع عندنا يعني تجي يومين تنقطع 10 ايام، تجي يومين تنقطع 10 ايام، يعني احنا ما عندنا مشكلة بس الكهرباء، تستعمل الكهرباء الحمد لله والشكر. أنا أستاذ سعدادي علمي الفرع الأحيائي. طبعا معاناتنا هي هواية، أول شيء يعني عندنا مدرسين ماكو، ثاني شيء عندنا نقص فيزياء وكيمياء، مع العلم عندنا محاضرة بالفيزياء، يعني خطيت جاينا فزع هو الرجال. أما الكيمياء لحد الآن ما ماخذين منها لو صفحة، وصار هاي شقد وإحنا طلاب سادس، يعني هذه الفترة كلها ما دارسين، باكر شلون نجاوب بالوزارة. ونقص يعني بالكوادر التدريسية، يعني نطالب الحكومة تنظر لحال طلاب الحويجة، إلى متى إحنا نبقى هيجي؟ الى متى نبقى ناقصين يعني بالمواد التدريسيه والمواد؟ يعني هسه اغلب الكتب مدارس هي ما استلمت بالحويجه، او نقص بالمقاعد اللي دا نشوفها بالمدارس بالحويجه. نتمنى ان الحكومه تضرب حان الحكومه المركزيه والحكومه المحليه. أول شيء دحكي بالنسبة لواقع المدارس الحالي، لأن إحنا ساعدنا إعدادية الحويجة اللي خرجت الأطباء والمهندسين والكفاءات، الكادر اللي بيها كل مدرس كل مادة مدرس واحد، الصفوف العلمية 4 شعب، كل صف عبارة عن 50 طالب، تقعد والمدرس عنده يعني 8 حصص ياخذك بعد شي يصير، أما كوادرنا كلها قاعدة سبكركوك وقاعد بالبيت، وهاي 3 سنوات راحت علينا، لا سنة ولا سنتين. المطالبات إنه يرجعون سوين يفتحون في لجنة تحقيقية في شيء، الكوادر والمدرسين 4 مرات طلعوهم من فكاك وما يرجعون، يعني شنو الحال بعد؟ ندعو الحكومة المركزية بفتح تطوع تعيين لقضاء الحوجة، لأكودنا أنها صار أكثر من 5 سنوات منطقة منكوبة لا يوجد فيها لا تعيينات ولا أي فرص عمل. إحنا نطالب الحكومة المركزية بفتح تطويع مثل اليوم، إحنا يعني نشكو من واقع التربية. ليش يعني إحنا اليوم عندنا صفوف ما بيها تدريس؟ إحنا عندنا اليوم محاضرين كثرة، صار لهم أكثر من 5 سنوات هم محرومين التعيين. نطالب الحكومة المركزية وزارة التربية بفتح تطويع لهؤلاء العقود، اللي اليوم إحنا عندنا عقود بالتربية صار لهم أكثر من 10 سنوات، يعني استحقاقهم انهم يتعينون وما يكون هناك اي نقص. واقع القضاء اليوم جيد بصوره كامله، مثل ما تشوفون اليوم الناس بكامل راحتها، وتواجد الشرطه المحليه وتواجد الشرطه الاتحاديه، وكل يوم الناس كل من بعمله، ما عندنا اي يعني فد شيء يعيق المواطن انه ما يجي على القضاء او ما يرجع او يعني. وانا يمكن عقد اني صار لي عقد اكثر من 5 سنوات بالصحة، لكن من كانت الحكومة احنا ما اريد نتكلم بهذا الامر، كان نجم الدين محافظ كركوك انا فسخ عقدي، ليش؟ لكودن انا عربي، اليوم اطالب المسؤولين يرجعوني على وظيفتي، لان انا اكثر من 5 سنين داومت عقد، ضاع حق اليوم. احنا عندنا قضية على مود شغلة الكهرباء، اصحاب المحلات اللي عندنا برادات ولحوم صاحبين كهرباء 3 فيز رسميين من قبل، يعني قبل الاحداث بفترة طويلة، فهسه اجوا وقطعوا الكهرباء عنا، يريدون من عندنا محولة، امكانية ما عندنا نجيب محولة، خلي يصبرونا فترة يعبرونا هالشتوية هذه. نخاطب وزارة الكهرباء ودائرة كهرباء كركوك، مديرة كهرباء كركوك وكهرباء الحويجة، خلي يعيدون الكهرباء على مود هذا، غاز جاي نصرف على هذا الشغل، سوق تقريبا زين، يعني فضل من الله خير من الله الحمد لله والشكر، بس يريد معاونتهم شوي ويانا على مدار الكهرباء هالشتوية، عبرونا على ما شوي يصير عندنا امكانيه ونجيب هاي المحوله، فاريد من عندكم توصلونا هذا الكلام لدار الكهرباء الحويجه، ونكون مشكورين من عندكم، بارك الله بكم.
وطلعنا قصنا معوض. انا احط طلاب ثانويه الاوس، طلاب مدرسين ماكو، محاضرين ماكو، الى متى نبقى هيك؟ احنا طلاب راحت منا 3 سنوات، الى متى نبقى هيك؟ زين احنا ذرمنا برقبت منه، من يتحمل مسؤوليتنا؟ هاي صار 3 سنوات راحت منا، هاي الرابعه هم راح تروح من عندنا. ونطالب مدرسين خاصه ثانويه الاوس، نطالب وزيره التربيه وخاصه المدير وزيره التربيه وخاصه مدير تربيه كركوك، يعني رجعنا للمدرسين، انتم طيتموا فكاك، هسه ليش ما ترجعون؟ يا اخي ارجعوا تعال هنا المنطقه تكون ما شاء الله امان، وضع مستقر والدوائر تشتغل كلها موجوده كامله. بس نطالب بمدرسين ثانويه الاوس خصوصا، نرجو من مدير التربيه ان يعني يرجعهم حصرا. على حكومة بغداد انه ما دعمت المزارعين، ما دعمت الدوائر الحكومية بالمستوى المطلوب. عندنا نحتاج دعم للمزارعين في قضاء الحويجة، ونحتاج دعم لكل دوائر الحكومية في قضاء الحويجة. كون هذا القضاء منكوب بالكامل، حتى مجلس النواب صوت على انه قضاء الحويجة قضاء منكوب. نطالب حكومة بغداد أن توفر لنا كافة المستلزمات في قضاء الحويجة. ثانياً نتطرق على موضوع نقل الملاكات التدريسية من كركوك إلى قضاء الحويجة. البعض يتعذر أن الوضع الأمني غير مستقر في قضاء الحويجة. قضاء الحويجة يشهد استقراراً أمنياً، خصوصاً مركز قضاء الحويجة يشهد استقراراً أمنياً، ولم يحدث أي خرق أمني منذ تحرير قضاء الحويجة. نطالب حكومة بغداد وزارة التربية ومديرية تربية كركوك بنقل الملاكات بأسرع وقت ممكن إلى قضاء الحويجة، كون قضاء الحويجة حرم الكثير من الطلبة من التدريس، خصوصا في أيام حكم داعش لقضاء الحويجة. نطالبهم بالعودة بأسرع وقت ممكن لسد نقص الملكات في مدارس قضاء الحويجة. حركة العمار هي صراحة من أعاد الحركة في قضاء الحويجة هم الأهالي، هم اللي عادوا العادة والحياة في قضاء الحويجة من ناحية البنية التحتية. حتى أهالي الحويجة دعموا الدوائر الحكومية من ناحية التنظيف، من ناحية الأعمار. مركز قضاء الحويجة تعرض للقصف الجوي. المنظمات الدولية عبارة عن تصوير وكشوفات لا أكثر. لم نلتمس أي دعم قوي لمركز قضاء الحويجة، خصوصا مركز قضاء الحويجة تعرض للقصف وتعرض لعمليات عسكرية اثناء التحرير، ولم نشاهد اي دعم بالمستوى المطلوب من المنظمات الدوليه. عباره عن تصوير، عباره عن لجان كشوفات لا فائده منها. الحركه ليست بالمستوى المطلوب، يعني صراحه المحلات، يعني اليوم سوق القصاصيب هسه راح تصورونه وتشوفونه بعينكم، انه تفاجئوا انه الصبح اليوم مديريه بلديه الحويجه تطالبهم بجبايه من 30 الى 40 الف. ناهيك عن ارتفاع سعر الايجارات، ناهيك عن عده امور، والحركه جدا جدا ضعيفه، يعني خصوصا الحويجه هي تعتبر سله العراق الغذائيه. نطالب الحكومه انه توفر المستلزمات حتى ولو شيء بسيط، انه تساعد الفلاح. احنا طلاب اعدادية الحويجة، اللي هي اول اعدادية بالحويجة صارت، ويعني ما عد، يعني خلينا نقول اول اعدادية، وكل ابانا واجداد، احتمال بعض اجدادنا درسوا بيها، يعني ما بيها اي خدمات، مدرسينها ماكو، الترميم مالتها يعني قوة رمموها بس ترميم هيك يعني ظاهري. الاعدادية كانت رمز للحويجة، يعني هسه مدرسين ماكو، بعدنا بس 5 أو 6 مدرسين، يعني اكو اساتذه رجعوا من كركوك حتى يعني ما شافوا، ماكو مدرسين، هم رجعوا اساتذه، بعض المدرسين من كركوك انطهموا فكاك ما يقبل يرجعون. يعني احنا مستقبلنا تقريبا حيضيع، يعني اكو مدرسين قوى يعني يدرجون فوق النصاب مال حصصهم ياخذونه، وبعد ذلك ما دا يلحقون. يعني طالب حل من سياده مدير عام تربيه كركوك او سياده وزير التربيه شخصيا، فيعني احنا ما راح نلقى، ما اعرف اقول، مستقبلنا حيضيع تماما. يعني خريجين كليات صار 4 سنوات، خريجين كليات تربية، محاضرين 4 سنوات صار، وأي تعيينات ما جت للحويجة لا السنوات اللي راحت ولا هذه، هم راح ننحرم من عندها. 4 سنوات أوامر إدارية عندنا وتعيينات ماكو، ضعيفة حيل، والوضع من ناحية التعليم صفر. المدرسين الرسميين ما رجعوا،
والمحاضرين تعيينات ماكو وثلاث سنوات، والسنة اللي هذه الموجودة هم الرابعة، التربية تقريبا فشلت بالحويجة والمناطق المحيطة. المفروض تنطي درجات تعويضية عن السنوات اللي احتلال داعش ثلاث سنوات أو أربعة، زائد استحقاقها بالدرجات الوظيفية بهذه السنة القادمة. من ناحية الأعمار الحويجة كل معلومة عن الكل، وتقدرون تصورون أنتو تقريبا فوق 50-60-70% من عدم مدمر. لما رجعنا شفنا تفليس، يعني الطرق مدمرة، البنى التحتية مدمرة بالكامل. احنا ناس منتسبين، اليوم صار لنا 4 سنوات رواتب ماكو، دايحين على وجوه العالم. نريد من الحكومة الجديدة ترجع هالمنتسبين من جيش وصحوات وشرطة، بس هذا الريد. والله وضع الحوجة شوف قدامت عينك، ناس عطالة بطالة، الشغل وعمل ماكو، أي شغل ماكو. أنا بالنسبة لي ما طلعت، ظلت ببيتي. أشكال وشفنا. ولهسه لحد الان نرجع نشوف، يعني ترى اليوم صار تحرن، اليوم صار سنه، خلي يرجعون هذا الناس المنتسبين، خلي يرجعونها على وظائفها. حقيقة احنا المشكلة الرئيسية، احنا المستشفى لحد الآن على مولد واحد. طبعا هو يعني مستشفى صعب انه تمشي على مولد واحد، لان هذه كل اجهزة مال المستشفى هي تعتمد على الكهرباء، والمولد ما يقدر يشتغل انت بصورة مستمرة، اضافة الى نقص الوقود مالت الغاز، يعني مشكلة نعاني منها. فاحنا دائما نحاول يكون استراحات للمولد مثلا كل 3-4 ساعات 5 ساعات نخلي له استراحة، عن طريق العمل مال الدائرة كانت تجهزنا بالوقود ولو هي الكمية قليلة، بس احنا اللي نفعنا هاي الفترة كان أحمال قليلة على الكهرباء بالمستشفى، تعرف تبريد وتدفئة ما كان نحتاج هالقد، فكمية الوقود كفي أكثر لوقت أكثر. أما يعني المستشفى يعني الشرط المفروض يكون بيها مولدات اثنين. الحمد لله احنا مستشفانا تشتغل كل الحالات الطارئه هسه، يعني من العمليات الجراحيه وعمليات النسائيه، خاصه عمليات الولاده. حتى احنا فتحنا هسه، سمحنا نفتح حالات بارده، كل طبيب عمليتين بالاسبوع، يعني هاي من عندنا مساعده للناس ولو كانت نبعاتها ضعيفه، بس احنا نحاول نقدم الافضل للناس. والله احنا اتصالنا ما عندنا اتصال ويا وزاره الصحه مباشر، اتصالنا عن طريق دائره الصحه. دائرة الصحة متجاوبة ويانا، مرات يصير تلكؤ وتأخير بالموضوع، شوية، يا تعرف أنت الضوابط الإدارية وال. عمي معاناتنا. القصاصيب احنا هنا بالقيصرية طالبين منا جباية البارحة 32,000 على اسمه، وآجار تلحق 125، واحنا حالتنا ووضعنا موشي. فنطالب والله يتريثون بهذه، تدري احنا تعبانين هسه وقت الحاضر. مال محلات مال بلدية، كل محل يريدون عليه 32، تلحقوا آجار تلحقوا مولدات، واحنا يلا باليوم تصرف لك ذبيحتين. والله الحياه الحويجه هسه حاليا زينه، بس اني على القرى، بالقرى الوضع والله مو. أول شيء إحنا بالداخل وضعنا الأمني جيد، عندنا نقطة أساسية نتعاني منها شغلة الكهرباء، بس دائما تنضرب تنقطع، هذه نقطة أساسية عندنا بالداخل. النقطة الثانية
مو وضعنا بال على السقايف يوميا يجون ياخذون منا 2000 2060 بالشهر، ايش قدر يصير فيتم؟ ثاني شيء عندي شغله الطلاب. الطلاب اغلبيتهم يريدون استضافه. هسه على الاستضافه وين؟ على 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 شو اسمه؟ على مدير التربيه معاون مدير التربيه، وهذا الناس ما تقدر تصرف، والله نحت مرتين ب50,000. هذا الشغلات اللي احنا نستفاد منها. والله فتره داعش ما راض عليك، الشعب العراقي كله بالذات السنه، يعني ما احكي لك بس على القضاء، كنا جميعا تاذينا من داعش. ماكو واحد يقول لك ما تاذي، تهجيري عوفت بيتي، طلعتي، انا هسه طلع صفر. اكو واحد ما طلع صفر هسه؟ اكو واحد هسه يقول لك انا عندي ماده؟ كنا طلعنا هسه حتى معاناتنا بالداخل قويه. عندنا شيء واحد يعني يا ريت توصلوا لوزير التجاره الله يحفظه ويرعاه، انه الوجبه اللي يوزعونها مال الطحين يعني ما ترهم، مع احتراماتي للسامعين وللسيد الوزير، للحيوانات ما ترهم. اخذناها رحنا بعناها علف للحيوانات، وهذه ثالث وجبه توزع على البلحويجه، ويعني مناطق هالمناطق هذه حويجه عباسي الرياض عزاب نفس الحاله، شيل ذبها بالشط. ما اعرف يعني الرقابه وين، النزاهه وين، اهل المطاحن اللي يطحنون الحب اللي ياخذوه الاصلي مال الامريكي من دول الخارج وين يروح ما نعرف. والله عمي العمار البلديه موجوده، دا يشتغلون الناس من الصبح لليل، اللي يقدر يسوي يسووه، بس الياتهم ضعيفه، يعني ما عندهم اليات ذيك الاليات اللي تكفي ان نشيل الانقاض كلها، ودا يشتغلون. والاعمار والله يعني الاعمار ضعيف، لانه هالدوله حاليا تدرون ميزانيتها شلون والوضعيه شلون. المنظمات الدوليه اكو المنظمات الدوليه ساعدتكم؟ المنظمات الدوليه والله اخي المنظمات الدوليه جت وساعدت وانطت فلوس وجت، يعني هسه انا توزع للفلاحين $600 للفلاح تنطيه، بس من الدوله ماكو شيء يعني يدعم اهل المنطقه من الدوله، يعني الفلوس ماكو. وتدري انت أكثرية العالم فقدت رواتبها وفقدت وظائفها، اللي عسكري بطل واللي شرطي بطل واللي كان يفتح محل. تعويضات البيوت اللي انقسمت؟ والله عمي تعويضات حبر على ورق، حاليا بس اكو تعويضات معاملات، كشيء احد استلم ما حد استلم ولا فلس، بس جيب المعامله ودي المعامله بس ما حد استلم ولا قمري. والله كل عمي حركة السوق ما شاء الله فول، بوقت الرواتب اول 10 ايام اول 5 ايام اول اسبوع حركه زينه، بيع وشراء قوي، ورا نص الشهر واللي غاد لا والله الحركه تبدي تنخفض، الى مرات المحل بس يفتح ورد يعزل. ولا الحمد لله الحويجه زينه حيل زينه، وعامره بهلا ان شاء الله وعامره العراق. والله عمي انادي عليهم يرجعون، لان الديره ما عمرها بس هالها، اذا هم ما يرجعون واني ما ارجع وانت ما ترجع والاخ ما ارجع، من عمر الديره؟ من عمر البلد؟ فانا اذا ابو المنظمه او ابو الدوله يجي ويلقى البيت ما بي احد، شو بده يسوي؟ يدير وجهه ويمشي. بس مين يلقى اني ساكن وانت ساكن والاخر ساكن؟ الدوله تعمر ان شاء الله. اذا امكن رئاسه الوزراء، رئاسه الجمهوريه يشوفون حل مفسوخ عقودهم. يعني الاف مؤلفه بالحويجه ورا ما جو الدواعش، الله لا يجيب ولادينا والاخره. انفسخت عقودهم. شرطه، جيش، تقريبا اقدر اقول لك بال 5-6,000 منتسب. بقينا حايرين، لا رجعونا على الجيش ولا صرفونا راتب تقاعديه ولا اعطونا هيئه خدمه. فاذا امكن مناشد رئيس الوزراء يشوف لنا حل الشريحه هذه المظلومه من المواطنين. واتمنى ان اصير رئيس وزراء تقود البلد بصوره صحيحه. الإكراد حقوقهم، المسيح، العرب، كل مواطن عراقي يأخذ 500,000 من حصة بهذا البلد، كل مواطن على البطاقة التموينية، كل مواطن عراقي، امرأة، طفل، كل مواطن عراقي يأخذ 500,000، لا أحزاب متنفذة ولا ذاك قايل هيك ولا هيك. هي عندي هاي الخطة على البطاقة الموحدة، كل شخص انطي راتب خلال شهر، اريد الناس تشتغل، ضباط، شرطة، كلها
مكابع كلها تشتغل معي. الشرطه والجيش تسوي لهم مثلا؟ الشرطه والجيش بكيفه فلوسك، ليش يروحون حرامات؟ انطيهم اراضي، انطيهم راتب، انطيهم اكل، كل شيء. ليش راح هيك بلاد؟ ما اريد اسلحه، ما اشتري اسلحه، اسلحه دمرتنا. طيران وما ادري شو عليه طيران، ما اريد لا اسلحه لا كل شيء، ما اريد اسلحه كله اجمعه اذب وبشط، خل مواطن عادي يمشي. كل شيء هاي موجود، اريد فنادق ابني، كل شيء اصير. انا قلت لك يعني لا منتمي على حزب لا بعثي لا برج، كل شيء كمواطن عادي، واريد ارشح وما لحقت بالترشيح. انا بيد العراق، كل شيء ماكو، بس انا عندي رؤيه، انا بيد العراق كل العراقيين. شنو رايك للحوجه؟ ياخذون راتب، اهم شيء الراتب، هذه كل شيء هيك. من تنطي المواطن راتب يرتاح، تنطي بيت، تنطي اكل، هذا يرتاح المواطن. اذا يقعد الصبح بارك الله فيك حياك. بخصوص الرياضة بالحوجة، لحد الآن يعني ملاعب الحوجة ما انفتحت، ومستوى الرياضة بالحوجة بيرجع لورا يعني قبل أفضل من هسه. يعني عندنا ملعب الحوجة خدمات ما بي، باعتناء بالرياضة بالحوجة يعني كلش تعبان هسه حاليا. والله ملعب الحوجة بترميمات قبل فترة، وهسه وقفوا بالترميمات مالتها كلها. نسأل أن يعودون العوائل إلى الحويجة، ونسأل أن يحفظ القوات الأمنية، وقوات الأمنية ما شاء الله قاعد تساعدنا وحال زينة ويانا. إيه من ضحايا إرهاب، من عندي معامل ضحايا إرهاب ولحد الآن ما طلعت. نعم جت الطيارة وأنا بالدراجة وقدام القلابة، صرخة الطيار ولفت على جمل تل يوسف وضربت بيان، وطالب أن يساعدوني. علاج كعلاج أنا عيني فقدة على الشبكة ضربت، ما لها علاج. أنه يساعدوني يعني يعالجون على السريع يمشون شغلت. بس ينقصنا الخدمات، يعني بعض الخدمات مثل الخدمات الرياضية للشباب اللي هنا، يعني عدم بطالة كلش يعني هواية. بالنسبة للسوق ما شاء الله الحاجات كلها متوفرة، بس الناس العمل مالها قليل جدا، والكوادر هنا قليلة شوية بالنسبة الرياضية والطبية وهاي الشغلات يعني. فنحتاج دائما متنفس انه للشباب مثلا كقاعات رياضية او ملاعب، فهذا الواقع الموجود. بالنسبة للبنايات الحكومية، بالنسبة للحكومة من جتة الحويجة بدأت تتعمر بهذا الشيء وبدأت تشتغل يعني، بس يحتاج بعد يعني جهد أكثر على مود أنه يتحسن واقع حال المدينة يعني. فهذا الشيء مطلوب من الحكومة أنه تسويه يعني قدر الإمكان طبعاً. طالب الحكومة يعني أن تشوف الحويجة لا تنظيف لا شيء، كهرباء جاي تطفي، مي ماكو، تشتجي لها يومين تطفي. المدارس شلون؟ مدارس مو زينة والله. طبعاً أدعيهم تصير روش، تصير حركة، صح لو لا؟ كلها بكركوك، حركتها زينة والله، زينة طبيعية يعني، بس ماكو بشر قليل يعني، كلها بكركوك وضعية يعني. يقول لك كهرباء ماكو، موظفين بكركوك، مواطنين يرجعون، بس الموظف ما يرجع. يقول لك كاني كهرباء ومي ماكو، ما أرجع، شو أرجع أسوي؟ احنا
نطلب يعني احنا كاهالي قضاء الحويجه الداخل نطلب الخدمات، نطلب تبليط شوارع، نطلب المجاري، عودة النازحين يعني عودة هاي الناس النازحين القاعدين بالمخيمات. ماكو داعي يرجع يقعد ببيته، وضع مستتب ووضع كلش حلو. ونشكر القوات الأمنية على هذا التعاون، على أمن القضاء وراحة المواطن، ونشكركم أنتم كقناة، وشكرا جزيلا. والله حاليا المعاملات تمشي، يعني المعاملات تمشي عادي، بس شوية بيها شوية تأخر، بس احنا ظل عندنا شغلة المدرسين سبب الإجراءات المدرسين ومعلمين شوية، يعني هذا المؤخر الدراسة مال طلابنا وأولادنا، فنرجع يعني ترجع المدرسين يرجعون، الموظفين يرجعون. بالنسبة للخدمات بقضاء الحويجة، مثل ما تعرفون قضاء الحويجة قضاء تحرر قبل سنة تقريبا. قضاء الحويجة من الأقضية اللي تحتاج إلى خدمات، كونا هذا القضاء يعاني من نقص كثير في الخدمات بعد التحرير. الكهرباء صح توفرت، لكن هناك حوادث تخريبية تؤثر على الكهرباء، وتم استقطاع الكهرباء يكون عدة أيام، من أسبوع إلى أسبوعين. فنطالب الحكومة العراقية بتوفير الخدمات لهذا القضاء الذي يعتبر قضاء بأمس الحاجة إلى الخدمات. نطالب المحافظة بتوجيه الدعم اللامحدود والدعم الكافي لقضاء الحويجة. بالنسبة للتعليم، قضاء الحويجة الخدمة التعليمية تتوفر المدارس ومفتوحة، لكن الكوادر المدرسية بالنسبة للمدرسين والمعلمين في مدارس الحويجة تعاني من النقص الكوادر التدريسية. فنطالب من السيد المحافظ والحكومة العراقية توجيه الكوادر التدريسية والذهاب إلى قضاء الحويجة لدعم القطاع التعليمي والتربوي في قضاء الحويجة. بالنسبة للوضع الزراعي، قضاء الحويجة مثل ما تعرفون كان يسمى سلة العراق الغذائية. أغلب الفلاحين في الحويجة قبل دخول تنظيمات داعش الإرهابية إلى القضاء سوقوا محاصيل الحنطة والقطن، ومنذ 4 سنوات تقريبا لم يحصل المواطن والفلاح على أي من حقوق التسويق. فدعم الفلاحين دعم جدا جدا بسيط ولا يحظى إلى الدعم، حتى المواد السماد والمواد الكيميائية اللي تدعم الفلاحين هناك عرقلة في دخولها إلى قضاء الحويجة وخروجها. طبعا الحويجة بعد تحريرها على يد القوات الأمنية وتخليص الأهالي من عصابات داعش الإرهابي، مثل ما تعرفون أن كانت فترة داعش تمر بفترة عصيبة لم تمر على بشر على مر العصور. في الوقت الحالي بعد رجوع الأهالي إلى قضاء الحويجة يحتاجون إلى العديد من مقومات العيش داخل القضاء. طبعا الموضوع اللي تناوله هو موضوع سايلو الحويجة، بما أن الحويجة تعتبر سلة العراق الغذائية وهي منطقة زراعية، بحيث جميع الفلاحين والمزارعين حصدوا محصول الصفرة ولم يجدوا له أي منفذ لتسويقه إلى الدولة. نطالب الجهات المعنية ونطالب سيادة دولة رئيس الوزراء بأن ومحافظ وسيادة المحافظ كركوكا المحترم ريكان الجبوري بأن يقوموا بفتح سايلو الحويجة لفك الزخم والرفع عن كاهل المزارع الحويجي بالتسويق إلى السايلوات الأخرى. هذا موضوع. الموضوع الثاني، نحن كشباب الحويجة لا يوجد هناك أي متنفس آخر غير الرياضة. اليوم الواقع الرياضي في الحويجة يحتاج إلى دعم كبير جدا، وهناك عرقلة كبيرة بفتح نادي الحويجة، لأن نادي الحويجة من فترة بعد داعش غير كامل النصاب، وهناك جهات تسيطر عليه ولا تسمح لبعض الشباب أو الرياضيين أن يدخلوا في مجال الرياضة،
ولم نشاهد أي دعم حكومي لحد هذه اللحظة بإنشاء 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 نادي الحويجة الرياضي. نطالب بأن يفتحوا نادي الحويجة الرياضي وأن يدعموا الطاقات الشبابية والرياضية في قضاء الحويجة، لأنها تعتبر المتنفس الأول والأخير عن الشباب. الموضوع الآخر موضوع المحاضرين ووزارة التربية. علما الجميع يعلم أن عشرات الآلاف من الخريجين الذين هم الآن يحاضرون في المدارس بدون أي مقابل. نطالب وزير التربية وسيادة رئيس الوزراء بأن يوفروا درجات وظيفية لهؤلاء الخريجين. طبعا قضاء الحويجة وكأنه هذا القضاء لا يعتبر من هذا البلد العظيم، نقص في جميع الخدمات، لا يعني لا نرى التفاتة من الحكومة العراقية سواء في المستوى التعليمي، المستوى التربوي أو الخدمي أو المستوى الرياضي أو في أي مكان في قضاء الحويجة. هناك نقص في الخدمات الصحية في مستشفى الحويجة، نقص كبير جدا في مستشفى قضاء الحويجة، وهنالك تأثيرات كبيرة جدا في وزارة التربية خصوصا مديرية تربية كركوك. يعني ما جاي انه توفر المتطلبات اللازمة لتربية قضاء الحويجة. مدارس بلا كوادر وخدمات ضئيلة جدا في قضاء الحويجة، خصوصا انه نقطة مهمة زملائي من قبلي لم يتركوا شيء الا تحدثوا عنه عن قضاء الحويجة وهي الخدمات، لكن نقطة مهمة جدا انه النظر في الأوضاع الأمنية في قضاء الحويجة، نقطة مهمة جدا. الكثير من القرى في قضاء الحويجة لم تحصل على الأمن بشكل كبير، اختلاف كبير جدا في الليل وفي النهار في هذه القرى، والأهالي يعانون معاناة كبيرة جدا، لا يستطيع المحافظة على ممتلكاتهم من الأغنام والأبقار، وأصلا حتى أنه وصلوا مرحلة أنه لا يستطيع الحفاظ على أرواحهم. قضاء الحويجة يعتبر من الأقضية المضطهدة جدا، نرجو من الحكومة العراقية ومن محافظة كركوك الالتفات إلى هذا القضاء. أول شيء عندك الخدمات، ثاني شيء عندك مستشفى الحويجة أول شيء صغير، ثاني شيء كوادر طبية ما موجودة به، أكو مستشفى موجودة هاي مستشفى كبير مال الحويجة ولحد الآن ما استفتحوه، والملتزمات طبية ونقص كوادر طبية به، ولا كوادر العمليات ماكو، وأجهزة أيضا ماكو، وسيارات للمستشفى إسعافهم ماكو. جمع عند الحويجة هسه تضرر كلش وقت أحداث داعش، أهم أيضا بنقص بالكوادر التدريسية. أول عندك البنايات بيها نقص وتضررت من هذا الإحداث، نطالب بإعادة المعهد وأيضا كلية تربية حويجة إعادة إلى قضاء الحويجة. حقوق الفلاحين لا تصرف في قضاء الحويجة منذ سنة 2014 لحد الآن، وهنالك إهمال من قبل المسؤولين وتقصير بحق الفلاحين، ونطالب بفتح سايلو الحويجة، لأن سايلو الحويجة هو السلة الغذائية، هي الحويجة السلة الغذائية للعراق، وإذا ما نفتح سايلو الحويجة راح يتلف المحاصيل الزراعية مع الفلاحين نهائيا، لأن الصفرة تلفت والحنطة إذا ما نفتح السايلو هم تتلف. نطالب الجهات المعنية رئاسة الوزراء وزير الزراعة فتح سايلو الحويجة وصرف حق مستحقات الفلاحين، لأنها لم تصرف من سنة 2014 لحد الآن. السلام عليكم، خليل محمد شلاسي جبوري على الحويجة. نهمل تقصير للحكومة، سايلو ماكو، محصول القطن ما نجح بالحويجة نهائيا لأن بسبب الإهمال من قبل المسؤولين وعدم توفير المتطلبات اللازمة للفلاحين.
بالنسبة أولاً أول نقطة نبدأ بها واللي هي المنظمات. المنظمات جاي تجي وتجي وياها كوادر جاهزة يعني. والنقطة الأهم بشغلة المنظمات، المنظمات يعني بصراحة نحكيها وبدون مجاملة، تكون منظمات يعني متابعة لأشخاص معينين وترسل إلى أماكن بغض النظر عن أماكن أخرى، نتيجة اللي سيطرت جهات على هذه المنظمات ترسل إلى مناطق دون مناطق أخرى. ويوجد بعض المناطق لحد هذا اليوم بأكثر من منظمة لم تأتيهم أي منظمة في أي مكان. والله بالنسبة لمركز قضاء الحويجة، هي كمركز قضاء آمن يعني نقدر نقول بنسبة 99% تبقى شغلات لا سامح الله. أما بالنسبة لأطراف الحويجة توجد هناك بعض الخروقات البسيطة على بعض أشخاص يعني على مستوى ليس أشخاص مسؤولين، ويمكن معالجة هذه الخروقات بوسائل بسيطة لو كان هنالك لفتة من جهة حكومية. أما بالنسبة لطريق كتجار أو أي أشياء من هذا القبيل فالطريق آمن، ونرحب بأي شخص يكون زائر لقضاء الحويجة. Thank you.